وعلى رأي المثل أنا شارية من عند تفوز مش إعلان أنا دفع فلوس. مشاهدين الأعزاء أهلا معكم سارة سيد. فيديو النهاردة مشتريات، وطبعا زي ما هو موضح في الفيديو إن أنا قاعدة على الأرض، حسيت إن الفيديو ده مفيش أحسن من قاعدة على الأرض فيه. يلا بينا. طيب مبدئيا كده عايزه اتكلم معاكم في نقطه صغيره جدا، ان انا مش شاريه اطباق او كوبايات عشان انا بحب اطبخ فعايزه ابين اكل، لا انا ما بحبش اطبخ اصلا وبحب اكل الاكل في السريع كده، فكنت محتاجه ان انا اشتري اطباق وكوبايات جديده علشان تفتح نفسي ان انا اطبخ. وعلى راي المثل انا باكل عشان اعيش مش بعيش عشان اكل، فاللي هو انا مش اكله قوي، فيعني لازم الطبق يكون اللي قدامي شكله حلو عشان اكل. ف تعالى بقى نشوف مع بعض ايه اللي هيفتح نفسي. تمام، نبدا بقى باول حاجه انا اشتريتها منهم. اولا ده 3 اوردرات هفتحها معاكم، تمام؟ يعني ده مش اوردر واحد، ده اوردرات. ادي واحد وادي اتنين وفي واحد تالت على الارض، ماليش ايه التالت عشان اشيلها. يلا بقى، اول حاجه اشتريتها ده مش مصباح على ايد، دي بيتحط فيها الدقه او التوم للصلصه. زي ما انا قلت لكم ان انا اصلا مش اكيله، فقلت اجيب دي عشان تفتح نفسي ان انا اكل كشري. بصراحه انا جربتها عشان هي مفتوحه، انا جربتها حطيت فيها بقى شويه صلصه كده على كشري، كنت بحطهم اقسم بالله مش عايزه اقول لكم، كنت حاسه ان انا فنانه بعمل بقى كده. يعني ايه ما اعرفش بصراحه، ما اعرفش هو ده تفاهم مني ولا ان انا بفهم في الذوق، مش عارفه بصراحه انهي اتجاه. الاطباق دي عجبتني الوانها، الوانها ايه هي الطبق غويط بس ممكن يظهر في الفيديو مش غويط، هو الطبق غويط. عجبني فيه الوانه كده، تحس ان هي يعني حاجه فنيه كده. ده بورسلين اهو اف ام، هو اسمه محمد فتحي اعتقد، مش عارف. المهم بقى، لا فتحي محمد، فتحي محمود، فتحي محمود، معلش يا عم فتحي. مغلفين من كل طبق وطبق كرتونه علشان بيحافظوا على جوده المنتج لحد لما يجيلك بقى انت حره فيه، بس هم عشان يوصلوه حلو بيعملوا معاكي كده. طبعا ده ايه اهو طبقين ما بيتكسرش، لا بيتكسر طبعا مش هنهزر. بعد كده بقى اشتريت اللي هي دي، ماشي. هبصوا هو طبق مستطيل، انا جايبه اتنين لونين، مستنى ده طبق مستطيل، طبق كده بيتحط فيه حلويات. دي فاتوره، الفاتوره دي كانت مكتوبها ايه مش فاكره، كان انهي حاجه. طيب بصوا انا جايبه اتنين، بصوا يا جماعه ركزوا معايا، دي رمادي ودي ابيض، اهو رمادي وابيض. الرمادي والابيض دول هما المفروض يتحط فيهم حلويات، بس انا بستخدمهم كصينيه تقديم احط فيها كوبايات الشاي. يعني بصوا دي اعتبر دي كوبايتي اهي، بس انا بصفيها عشان عندي شويه برد اهي، بقدم فيها بقى بتقضي كوبايتين. تمام اعمل واحد سخن. هنيجي بقى على دول ما فتحتهمش قدام، المقص فين؟ هحاول نفتحه كده اهو. يا ابويا مش هيتفتح، بص يا ملمسه حلو قوي، كانه فخار، ملمسه كانه فخار. بقول لكم انا هتعب نفسي ليه، هروح اجيب المقص. هنفتحه مع بعض، هنعمل كده. انا بوريكم هي بتبقى مغلفه الحاجه ازاي، عشان تغلفها بيبقى محترم، المحترم بيعمل حاجات محترمه. هو ده انا كنت شايفاه في الصوره لونه بينك، فاحنا نشوفه في الحقيقه هو لونه ايه. نفتحه كده، واو ده لونه مش بينك بقى، ده لونه كانه بيج حلو قوي. يعني صدق انا فرحت ان هو طلع اللون ده، عشان اصلا عندي مجات بينك. بصوا بقى حلو قوي، بصوا اهو مج عادي. تعالوا بقى نيجي للطبق، نيجي للطبق بقى عشان الطبق هو فعلا اللي انا عايزه اشوفه. طبعا شايفين الحاجه متغلفه ازاي، اصلا متغلفه بده، فده بعد ما بنشيل الاطباق ونحطها مكانها بنقعد بقى ايه نشيل التوتر العصبي بده كده، نقعد نعمل كده نشيل التوتر العصبي. فيعني هما حتى بيفكروا في العميل بعد ما بيستخدموا الطبق، انت مثلا عايزه تكسري مواعين فانت هتتضايقي، فانت تمسكي دي شويه كده هتفكي كده وتروقي بالك، وبعد كده خشي على المواعين اغسليها عادي. بس ده بقى بص هو شكله كانه فخار قوي، مكتوب عليه بيونا ومكتوب عليه ميدن برازيل، هو فعلا مصنوع في البرازيل. بصوا يا جماعه عشان ابقى متفقه معاكم،
صراع مصر او صراع برازيل فهم احسن من بعض، يعني اصلا الصراع المصرية في الحاجات دي فعلا حلوة. ماشي، نخش على اللي بعده. كنت جايبة التلات دول زي بنحط فيهم كاتشب، مايونيز، مخلل، طحينة، اي حاجة. دول بقى انا ايه شارياهم برضو مصنوع في البرازيل برضو وحلو. تمام، جبت تلاتة. يعني انا كنت عاملة الحساب كان مثلا كان مثلا 270، قلت لها هاتي تلاتة كده قفلنا 300. عارفين انتوا اللي هو ايه، هاتي بالباقي البان. انا بقى جبت الباقي حاجات من دي. دي بقى لبانة بتحطي فيها لبن، تحطيها على النار عادي بورسلين. عجبني اوي تفاصيلها، عجبني ان هي شكلها رقيق اوي كده. انا دماغي كدماغي يعني كدماغي البرد هيأثر عليا دلوقتي. انا كتفكيري يعني بقول ان انا ممكن احط فيها معالق، او ممكن اعلقها كده كديكور، او ممكن احط عليها لبن. طيب دي كانت اوردر لوحديها، مش فاكره كان مع ايه، مش فاكره كان مع انهي اوردر، بس انا هقول لكم ليه انا بتكلم. ده كده اوردر خلاص. الاوردر بقى ده هفتحه معاكم، الاوردر ده هفتحه معاكم دلوقتي، يلا بينا. عجبني طقم السكريات ده، هما 3 قطع، الثلاثة ب 45 جنيه. ثلاثة، استنى في واحد محشور تحت. طيب التالت اكيد شكله بص هي مغلفاه كويس اهو، هفتحه معاكم عشان مشفتوش برضو. المهم ان انا عجبني وقلت لها انا عايزاه وكده، بس انا كنت عايزاه حجم اصغر من كده شويه عشان يخش عندي في المنظم. بس ايه قالت لي يعني وريتني حاجه كده ايه حلوه، بس ايه يعني ده كان عاجبني اكتر. المهم بقى ان انا اكتشفت في الاخر هي بقى افتكرت الاوردرات اللي انا كنت طالباها. قالت لي على فكره يا ساره انت طالبه اللبانه بتاعتها، فانا سكت كده دورت على الشات لقيت فعلا انا طالبه الاوردر ده قبلها مثلا بشهر، وكان نفس الشكل بالظبط اللي هو اصلا الطقم ده بتاع ده. فعرفت ان احنا ذوقنا واحد مهما اختلف في الزمن. انا برضو بنقي نفس الحاجه وبنسى اصلا، يعني هو انت ذوقك بيبقى ذوق واحد. يعني انت ممكن تجيبي بنطلون اسود تفتحي الدولاب تلاقي عندك 5 بناطيل نفس اللون ونفس الستايل، بس انت تقولي دي حاجه جديده. فده اللي حصل معايا. على فكره هي مقاسها كبير وحلو وبورسلين، شكلها رقيق قوي وعسول. يعني ايه انا لسه برضو مش عارفه انا احطها ازاي وفين، بس ايه هم عجبوني فاشتريته. بعد كده بقى اشتريت المج ده مج برضو بورسلين اسمه بورسلين رخامي، لونه بينك اهو، عجبني قوي بقى. افتحه معاك اهو، لونه حلو قوي بجد. بص استنى افتحه معاك اهو بسرعه، اهي بفتح بسرعه اهو. مقاسه حلو، مقاسه يعني كبير حلو. يعني لو انت انا بقى كيفت شاي فممكن احط فيه شاي واشربه، عجبني وعجبني لونه قوي، لونه رقيق كده. بعد كده اشتريت ايه هقول لك، اشتريت ايه، اشتريت السليدار ده اسمه سليدار. بص برضو متغلف حلو، في برضو الحاجات اللي احنا بنحبها دي. مش عايز اقول لكم انا بحب الحاجات اللي بترقع دي قد ايه. بصوا بقى ده نفس نفس الخامه، ده بقى مطفي خالص، حتى كده قطعه فنيه. احط فيها بقى سلطه، احط فيها سلطه، احطها فيها سلطه. المهم بقى ايه ان هي برضو كانها فخار، بس هو مش فخار، هو بورسلين وحلو قوي، شبه الطبق بتاع المج، شبه ده بس مش شبهه قوي، يعني في اختلاف في الالوان، عجبني جدا. واشتريت بعد كده تعالى بقى بولات. انا كنت فاكره ان هم حجمهم صغير بس طلع حجمهم كبير، فدي مصلحه بصراحه عشان ايه ما اقعدش بقى ايه اقول انا عايزه حاجه كبيره ومش عارف ايه. اسمها بوله رخامي برضو، واشتريتها برضو. بصوا لونها عامل ازاي، حلو جدا اهي اهي. لونها بينك برضو، جبت منها 3 قطع. ماشي ماشي، وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. ووريتكم اشتريتي كلها من جروب تافوس، انا هحط لكم اللينك تحت صندوق الوصف. ليه بقى يا ساره؟ علشان في ناس بتسالني في الفيديوهات اللي بيشوفوها يقولوا لي ساره انت جايبه المج ده منين، انت جايبه الفنجان ده منين. فانا قلت اعمل ريفيو كامل عن الحاجات الجديده اللي انا اشتريتها. الاوردرات دي ما بشتريهاش مره واحده، فبشتري ممكن لو انت عاجبك طبق واحد بتبعته لك عادي، فمش مهم. حتى لو انت معكيش فلوس انت ممكن تشتري اللي انت نفسك فيه والدنيا بتبقى كويسه، يعني مش لازم نجيب قطقم 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 قطقم. ولو عجبك الفيديو اعملي اشتراك واعملي لي لايك. اروح اعمل حاجه سخنه عشان انا حاسه ان انا طاقتي خلصت خلاص،
وتابعوني الفيديوهات الجاية. يلا باي باي.